أهلا وسهلا فيكم بمجموعة المحاضرات التعليمية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في خدمة الزراعة. معكم خبير الزراعة الرقمية المهندس فادي مجاهد. هذا هو الجزء الثالث من سلسلة المحاضرات بعنوان تقنيات المعلومات والاتصالات وسلسلة القيمة الزراعية. في الجزء الماضي تكلمنا عن الأطراف، سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الزراعية، وتعرفنا على القيمة التي يضيفها هذه الأطراف ضمن مثال سلسلة قيمة الحليب، وتوصلنا في النهاية إلى مخطط مصفوفة سلسلة قيمة إنتاج الحليب، وفيها حسب مثالنا 12 جهة تتفاعل مع بعضها لإتمام هذه السلسلة. تكلمنا سابقاً كيف أن سلسلة القيمة تتكون من فعاليات تمثل تواصل وارتباط بين الأشخاص أو الشركات التي تتبادل المنتجات أو الخدمات أو المال أو البيانات أو المعلومات، وبالتالي هذه الفعاليات هي في أساسها سلسلة من التفاعلات الإنسانية، يتفاعل كل طرف مع الآخر لتحقيق دوره في إتمام هذه السلسلة. سنناقش في هذا الجزء التفاعلات التي تحصل بين هؤلاء الأطراف وكيف يتواصلون مع بعضهم في المراحل المختلفة لسلسلة القيمة الزراعية، ونبقى في مثال سلسلة إنتاج الحليب حسب مخطط المصفوفة السابق. نبدأ أولاً بمرحلة تزويد مستلزمات الإنتاج. نقوم في الخطوة الأولى بوضع الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذه المرحلة، وهي الصيدليات الزراعية، المباقر، الشركات الزراعية، المصارف الزراعية، المطاحن، المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية والجامعات والإعلام. الخطوة التالية هي وضع الأطراف المستفيدة من عملية تزويد مستلزمات الإنتاج، وهم نفسهم الأطراف الفعالة في مرحلة الإنتاج، المباقر وصغار المصانعين. لاحظوا تكرار المباقر كطرف فعال وطرف مستفيد في هذه المرحلة. المباقر في مرحلة تزويد مستلزمات الإنتاج هي طرف مزود للأبقار، بينما هي في مرحلة الإنتاج جهة منتجة للحليب. الأسهم التي ترونها هي مستلزمات الإنتاج التي تزودها الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة إلى الأطراف المستفيدة، مثلاً المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية والجامعات والإعلام تزود المعلومات والإرشاد والدراسات، بينما تزود الشركات الزراعية جهات الإنتاج بالأدوية البيطرية والأعلاف والأبقار، والمصارف الزراعية توفر التمويل، والمطاحن توفر الأعلاف، وهكذا. ننتقل للمرحلة الثانية وهي الإنتاج. الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة هم المباقر وصغار المزارعين، والأطراف المستفيدة هم الشركات الزراعية والتجار الجوالين. في هذه الحالة المادة التي تنتقل هي الحليب التي تنتجه المباقر وصغار المزارعين، وتعطيه المباقر للشركات الزراعية ويعطيه صغار المزارعين للتجار الجوالين. ننتقل للمرحلة الثانية وهي الجمع. الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة هم الشركات الزراعية والتجار الجوالين، والأطراف المستفيدة هم الشركات الغذائية والبقاليات. في هذه الحالة المادة التي تنتقل هي الحليب الذي يجمعه التجار الجوالين والشركات الزراعية إلى الشركات الغذائية والبقاليات. طبعاً نلاحظ أنه في كل مرحلة تنتقل الأطراف المستفيدة لتكون الأطراف الفعالة في المرحلة اللاحقة وهكذا. في المرحلة التالية وهي المعالجة والتوضيب، الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة هم شركات الأغذية وصغار المزارعين، والأطراف المستفيدة هم المصدرين والأسواق الكبيرة والأسواق الريفية. وطبعا نلاحظ تكرار وجود صغار المزارعين في هذه المرحلة، حيث يقوم بعضهم بعمليات بسيطة لتوضيب الحليب وبيعه في الأسواق الريفية، ونفس الأمر يكون في حالة البقاليات الصغيرة. وبعد هذه المرحلة ننتقل لمرحلة البيع
لتزويد المستهلك النهائي بالمنتج. في حالة شركات الأغذية تصبح المادة على شكل عبوات حليب مبستر يتم بيعها للمصدرين والأسواق الكبيرة والبقاليات. أما في حالة الأسواق الريفية والبقاليات أيضا يكون الحليب في شكله البسيط، وطبعا في حالات معينة يمكن لصغار المزارعين القفز على مراحل الجمع والمعالجة والتوضيب وبيع الحليب للزبائن عن طريق الأسواق الريفية أو حتى عبر التجول في شوارع المدن وبيعه مباشرة للمستهلك النهائي. لاحظوا معي أن كل عملية تفاعل بين طرفين تترافق مع تبادل باتجاهين. من ناحية هناك السلعة مثل الحليب أو الأعلاف أو الأبقار والقيمة التي يضيفها هذا الطرف على هذه السلعة، وفي الناحية الثانية هناك شيء مقابل وغالبا ما يكون المال. طبعا المخططات لم تذكر المال في عمليات التبادل لوضوح الأمر. مثلا في مرحلة الجمع يعطي التاجر الجوال البقالية الحليب مع القيمة المضافة والتي هي جمع الحليب وإيصاله من المزارع في الأرياف، ويأخذ مقابلها المال أو بضائع مثلا كما في حالة عمليات المقايضة. هذا المبلغ المالي الذي يستوفيه كل طرف عند إضافته للقيمة يسمى العائد المادي للقيمة. نلاحظ أن سعر المنتج يزداد عند كل طرف بمقدار العائد المادي له، ويمكن حساب هذه الزيادة بالمعادلة البسيطة التالية: الزيادة تساوي سعر المبيع للطرف التالي ناقص سعر الشراء من الطرف السابق. مثلا التاجر الجوال يجمع الحليب ويشتريه من المزارع ب1000 ويبيعه للبقاليات ب1400، عندها يكون العائد المادي للتاجر الجوال هو 1400 ناقص 1000 ويساوي 400. هذا المبلغ هو نفسه الزيادة التي حصلت على سعر الحليب عند إضافة القيمة التي يقدمها التاجر الجوال. خلال المرور من سلسلة القيمة الزراعية يرتفع سعر المنتج من طرف إلى آخر حتى يصل للمستهلك النهائي بسعر يساوي مجموع العوائد المادية لكل الأطراف التي تفاعلت مع بعضها. نلاحظ من المخطط التالي أحد الطرق التي يصل بها الحليب للمستهلك مع مثال افتراضي للعوائد المادية، وكيف يزداد سعره مع القيمة المضافة التي يضيفها كل طرف. ونلاحظ بالطبع الفرق الكبير بين السعر في بداية السلسلة ونهايتها. هذا الفرق يدفعه المستهلك في مقابل الحصول على السلعة مع مجموع القيم التي حصل عليها. طبعا في حال قرر المستهلك توفير هذا المبلغ فإن عليه شراء بقرة وأعلافها وتربيتها والعناية بها للحصول على الحليب الطازج في بيته مباشرة. نلاحظ أيضا من مقارنة المخططين التاليين أنه كلما قصرت هذه السلسلة نقص السعر النهائي. في المخطط الأول يقوم التاجر الجوال بدور الوسيط وناقل السلعة بين المزارع وبائع المفرق. في المخطط الثاني يقوم المزارع بعملية نقل السلعة دون وسيط وتسليمها مباشرة لتاجر المفرق، وبالتالي إضافة قيم زائدة عما يقوم به أصلا، وبالتالي يحصل على عائد مادي أكبر، وفي بعض الأحيان يصل المنتج إلى المستهلك النهائي بسعر أقل. بهذه الطريقة نكون قد حللنا نظام سلسلة القيمة الزراعية للحليب. أولاً حددنا المراحل التي يمر بها المنتج ابتداء من مرحلة الحصول على مستلزمات الإنتاج إلى مرحلة البيع للمستهلك النهائي والفعاليات المرافقة لكل مرحلة. ثانياً تعرفنا على الأطراف سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الزراعية، وعلى القيمة التي يضيفها كل طرف من هذه الأطراف. ثالثاً حددنا التفاعلات التي تحصل بين هؤلاء الأطراف والتبادل الحاصل فيما بينهم في المراحل التالية المختلفة للسلسلة، وأخيراً حددنا العائد المادي عند كل مرحلة وكيفية زيادة سعر السلعة عند إضافة كل قيمة خلال السلسلة. والآن ما هي فوائد تحليل سلسلة القيمة المضافة وما هي الاستخدامات العملية التي نحصل عليها من هذه العملية؟ الفائدة الأولى هي التعلم من سلاسل القيمة المختلفة لفهم آلية سير العمل فيها والاستفادة من تجارب سلاسل لتطبيقها على سلاسل أخرى. ثانياً اكتشاف الفرص المتاحة ضمن السلسلة للاستفادة من تفاعل معين أو توفير فرص عمل معينة. ثالثاً اكتشاف إمكانيات زيادة فعاليات العمل في مراحل العمل المختلفة. رابعاً وهو المحور الأساسي لهذه السلسلة اكتشاف الأدوار الفعالة لتقنيات المعلومات والاتصالات في السلسلة لزيادة فعاليتها واكتشاف الفرص فيها. وأخيراً
تحقيق الهدف الرئيسي لسلاسل القيمة، وهو زيادة القدرة على تحقيق أكبر استفادة للأطراف المعنية. تحينا في هذه المحاضرة من تحليل نظام سلسلة القيمة الزراعية ضمن مثال عملي وهو الحليب. هذا التحليل يشمل الأطراف الفعالة، التفاعلات فيما بينها، والقيمة المضافة، والعائد المادي الذي يحققه كل طرف من تفاعله ضمن هذه السلسلة. كيف نستفيد من تقنيات المعلومات والاتصالات لزيادة فاعلية سلسلة القيمة الزراعية واكتشاف الفرص فيها؟ هذه هي النقاط التي سنناقشها في الأجزاء التالية من هذه السلسلة التعليمية، والرابط موجود في أسفل الفيديو. شكراً لمشاهدتكم ودمتم بخير.